السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ معاكم محمد عطية. إن شاء الله النهاردة هنراجع ده انسفيرون كده على السريع. بصوا معايا، أول حاجة ده انسفيرون ده جزء من الفور برين. الفور برين ده اللي هو الحتة اللي قدام دي، تمام كده؟ ده كان هو من جوه من سيريبرم وده انسفيرون، وده موجود فوق الميد برين بالظبط. في حاجة اسمها هايبو سيراميك سالكس كانت بتقسمه لكذا حتة. أول حتة منهم اللي اسمها السالاموس الجزء ده، وحتة اسمها الإيبي سالاموس اللي هي الحتة دي كده، وبعدين في تحت كده الهايبو سالاموس والساب سالاموس، وبعدين في كورتين كده متعلقين في البوستيرو اند بتاع السالاموس اسمهم الميتا ثالاموس، تمام كده؟ طيب لو بصينا في الصوره دي كده، تعالوا نراجع شويه حاجات. كان في حاجه اسمها كوربس كالوزم، وكان في حاجه اسمها فورنكس، ما بينهم كان في ثوره اسمها سيبتم بليوسيدم، تمام كده؟ وكان في لاترال فنتريكل، وهنا كان في سيرد فنتريكل. شايفين الفتحه دي كده؟ الفتحه دي بالظبط كده، ده عباره عن اسمها حاجه اسمها انتر فنتريكولار فورامين. دي كانت فتحه بتوصلني من السيرد فنتريكل من هنا للاترال فنتريكل اللي موجود هنا، تمام كده؟ خلاص. طيب لو بصينا بعد كده بيقول لك هو الثيرد فنتركل هو الكافيتي اوف داين سيفرن. انت عندك في داين سيفرن يمين واحد شمال، ما بينهم في النص في كافيتي اسمه ثيرد فنتركل، خلاص كونكت. بص في الصوره دي كده، ادي لاترال فنتركل اهو وادي لاترال فنتركل، في النص بالظبط في كافيتي واحد اسمه الثيرد فنتركل، متوصل بيهم بحاجه اسمها انتر فنتركل فورام. لو بصينا هنا كده هنلاقي ايه، او الفتحه دي بتوصل ما بين الاثنين مع بعض، خلاص كده. طيب تعالى نتكلم على الثالاموس. اول حاجه ده اول جزء من الايه، الداينسفالون. عندك الثالاموس ديت عباره عن حاجه كده شبه الكوره، ليها انتيور اند بوستيور اند سوبيريور سيرفيس وانفيريور سيرفيس ميديال اند لاترال سيرفيسز، تمام كده؟ لو بصينا للريليشنز بتاعتها، بص الانتيور اند بتاعتها فين؟ شايف دي كان دي فتحه كده بتوصل ما بين السيرد فنتريكل ولاترال فنتريكل اسمها ايه؟ انتر فنتريكل فورامين. هي موجوده ورا الانتر فنتريكل فورامين وكانت نارو اند، يعني ناحيه مدببه كده شويه. طيب نيجي بعدها البوستيريور اند، دي اسمها البولفينار ودي برود اند، يعني تلاقيها عريضه كده، وكان متعلق فيها كورتين اسمهم الميتا ثالاموس اللي هم اللاترال والميديال جينيكال بودز. فين هم؟ ادي واحده اهي وادي واحده اهي، تمام كده؟ ادي بوستيريور اند. طيب لو بصينا في الصوره دي، عايز دلوقتي اتكلم على السوبيريور سيرفيس. بس لما اتكلم على السوبيريور سيرفيس محتاج اوريكم كذا صوره. لو خدنا هنا كولون سيكشن في الصوره دي كده بصينا هنلاقي في ايه؟ ادي بص دي ثالاموس دي ثالاموس. في حاجه كده اسمها كوديت نيوكليس كانت موجوده فوق السالاموس من ناحيه اللاترال شويه، تمام كده؟ اهي اهي. وادي كان في حاجه اسمها ايه، ادي اللينتي فورم نيوكليس كانت موجوده ناحيه اللاترال. طيب لو خدت ترانزفيرس سيكشن ماشي، هتلاقي ان المنظر ده. طب المنظر ده جه ازاي؟ بص معايا، لو انا خدت ترانزفيرس سيكشن كده، هتلاقي في حته قدام الثالاموس اسمها الكوديت اهي، والجزء اللي فوق ده انا رميته، ده كان ماشي فوق الثالاموس، تمام كده؟ لما اقطع كولون سيكشن هشوفه، يبقى انا بشوفه هنا فوق الثالاموس وهنا قدام الثالاموس، عشان على حسب قطع انا قطعتها، تمام كده؟ طيب نيجي بعد كده دي عايزين نتكلم عن السوبر سيرفيس. هنقسمه حتتين، حته لاترال سيرفيس وحته ميديال سيرفيس. اللاترال بورد من السوبيريور سيرفيس هتلاقي ريليتد لحاجه اسمها الكوديت اللي احنا لسه رسمناها في الرسمه دي، اللي هي اللي اسمها كوديت ايه، نيوكليس. وما بينهم ما بين الثالاموس والكوديت في حاجه اسمها ثالاموس ترايد فين، ده فين كده ماشي بطول الثالاموس، لما اجي اقطع اشوفه دايره، وحاجه اسمها سترايا ترمينالز، تمام كده؟ طيب اذا دي كده اللاترال ايه، اللاترال بورد. انما الميديال بورد بقى، فانت عندك الميديال بورد دوت من السوبيريور سيرفيس، ده ريليتد لحاجه اسمها البادي اوف فورنكس، اللي هو الحته دي كده البادي اوف ايه، فورنكس، خلاص. وكمان في حاجه اسمها التيلا كورويدي، اللي هي عباره عن حامله الكورويد بلكسس. الكورويد بلكسس دي عباره عن شبكه من الفيسلز بتعمل السي اس اف، تمام كده؟ مال التيلا كورويدي دي عباره عن الجزء من البايا اللي شايلها جواه، تمام كده؟ شايف ان الحته النقطه دي كده اهي، خلاص كده. الكورويد بلكسس دي بتعمل انفاجينيشن، يعني بتخش كده جوه اللاترال فينتركل. الحته دي حاجه اسمها كورويد ايه، اسمها كورويد فيشر، تمام كده؟ طيب ده كده ميديال بورد، خلاص كده. طيب خلصنا السوبيريور سيرفيس. بالنسبه للانفيريو سيرفيس بقى، علاقته بايه؟ له علاقه بالهايبو سيراميك اللي هي الحته دي، والساب سيراميك الجزء ده، يبقى تحت كده في هايبو سيراميك وساب سيراميك، تمام كده؟ ما بينهم حاجه اسمها هايبو سيراميك ايه، سالكس، اللي هو الجزء ده، تمام كده؟ ده هايبو سيراميك ايه، سالكس، خلاص. ده الانفيريو سيرفيس. طب امال الميديال سيرفيس، تعالى نرجع الرسمه دي تاني. الميديال سيرفيس بيشكل حاجه من اللي هو اللاترال وول من الثيرد فنتركل. ادي الثيرد فنتركل، لو هنرسمه هنرسمه هنا كده. شايف الجزء اللي فوق ده اللي هو الابر بارت من اللاترال وول، بيعملوا الميديال سيرفيس اوف سيراميك، تمام كده؟ كمان الوول ده ريليتد بحاجه اسمها، ريليتد بحاجه اسمها ايه؟ انتر سيراميك ادهيجن. بص معايا، السيراميك اليمين والسيراميك الشمال بيوصل بينهم حاجه اسمها انتر سيراميك ادهيجن، تمام كده؟ كان فوق السيراميك من ناحيه الميديال كده، شايف الحته دي كده؟ اللي هو الابر بارت من الميديال سيرفيس، هتلاقي حاجه اسمها استرايا ميدالارز سيراموي، ده عباره عن خط ابيض كده ماشي على الجزء دوت، تمام كده؟ ماشي على الجزء ده اللي هو الاسترايا ميدالارز ايه؟ الاسترايا ميدالارز سيراموي. لما تيجي تقطعه هتشوفه ايه؟ هتشوفه نقطه بالظبط. اذا فهو ريليتد لحاجه اسمها استرايا ايه؟ ميدالارز سيراموي، ده الميديال سيرفيس. طيب اهو بص اهي، ادي استرايا ميدالارز سيراموي على الميديال سيرفيس، ده كده عباره عن سيشن سيكشن، انا بصيت له من ايه؟ من الجنب، خلاص كده؟ طيب اللاترال سيرفيس بتاع الثالاموس بقى ريليتد لمين؟ لو بصينا في الرسمه دي عباره عن ترانزفيرس سيكشن، هتلاقي هنا في حاجه اسمها لينتي فورم. شايف ده كده اسمه البوستيرو ليم في الترنال كبسول، فاكرينه؟ اللي ما بين الثالاموس واللينتي فورم نيوكليس. اذا فاللاترال سيرفيس ريليتد ليه البوستيرو ليم في الترنال كبسول ماشي، وبيفصلها عن اللينتي فورم نيوكليس، خلاص كده؟ كده خلصنا اللاترال سيرفيس. طيب تعال بص على السؤال ده، بيقول لك الابر سيرفيس اوف الثالاموس ريليتد لمين؟ ريليتد لكل اللي جايين دول ما عدا مين؟ اول حاجه بودي اوف كوديت صح، استراي ترمينالز صح،
استرايان لاريز تالاماي، لا ده كانت ريليتد لمين؟ للميديال سيرفيس. اذا فدي هي الاجابه ايه؟ الخاطئه. تمام، الباقيين دول كلهم ايه؟ صح. تمام كده. طيب اللي بعده، اللاترال سيرفيس اوف سيرامس از ريليتد لمين؟ لاترال سيرفيس ريليتد ليه؟ الانتيريور ليمب اوف تيرن كابسول، لا الجينو، لا كانت ريليتد للبوستيريور ليمب اوف تيرن كابسول. فهو السؤال ممكن يجي بالطريقه دي. خلاص كده. طيب يبقى الانسر هنا ايه؟ سي. طيب تعالى نتكلم عن الاستراكشر بتاعها. هي اصلا مين اللي عباره عن جراي ماتر، يعني عباره عن جراي ماتر، كان فيها حتتين ابيض، الحته اللي بره اسمها اكسترنال لامينا، الاقيها فين دي؟ بص لو بصيت معايا هنا كده، شايف في هنا كده خط ابيض كده انت هترسمه انت ماشي، ده عباره عن اكسترنال دولار لامينا، عباره عن شيت من الوايت ماتر بتفصلها عن الانترنال ايه؟ كبسول. يبقى دي اسمها اكسترنال دولار لامينا. في بقى من جواها حاجه اسمها انترنال دولار لامينا اللي هي شبه حرف الواي دي، بتقسمها لمجموعه من النيوكلياي. اول مجموعه اسمها الانتيرو جروب، ثاني مجموعه دي ناحيه قدام اهي، وفي مجموعه اسمها البوستيرو جروب الجزء اللي ورا ده، في مجموعه ميديال اسمها ميديا جروب، مجموعه لاترال. اللاترال دول بقى حوار، هنقسمهم لجزء ناحيه فوق كده اسمه ديرسال الجزء ده كده، وجزء قدام اسمه فنترال. الجزء الفنترال ده حوار ثاني، هتلاقي في منه حته قدام يبقى فنترو لاترال انتيريور، فنترو لاترال انتيريور، وجزء ناحيه في النص اسمه فنترو لاترال انترميديت، وفي ناحيه ورا اسمه فنترو لاترال بوستيريور. البوستيريور ده بنقسمه لقطعتين، قطعه قريبه من الميديال شويه بتبقى فنترو لاترال بوستيريور ميديال، وقطعه قريبه من اللاترال يبقى كده فنترو لاترال بوستيريور لاترال. تمام كده، دي تقسيمه السلامس من جوه. طيب ايه الفانكشنز بقى بتاعت السلامس؟ وظائف السلامس اول حاجه انها هي بالظبط عامله شبه السكرتير بتاع السيربال كورتكس، اي سنسيشن معدي طالع السيربال كورتكس لازم يعدي عليها الاول ما عدا الاولفاكشن، ده ما بياخدش القاعده دي. كمان كان ابريشيت البين اند تمبريتشر امبلسز، يعني قلت لك في المحاضره الاساسيه ان انت لو ضربت السلامس دي وجبت خبط واحد على ايده خبطه عاديه خالص هتلاقيه بيصوت من الالم، عشان ايه؟ السلامس بتاعته باظت. يبقى هي بتعمل ابريشيشن للبين، بتقدر البين اللي هو المفروض يحس بيه. تمام كده. طيب ليها دور في الايموشنال ستيت، وكمان بتشارك في الويكفولنس بتاع الايه الانسان. جزء من الاكسترا برامل سيستم اللي هو عباره عن الفرامل بتاعه الايه الموتور سيستم، يعني انت لو جيت تسلم على حد ايدك عشان توصل الايد اللي قدامك محتاجه تتحرك، ده الموتور سيستم، عشان تقف بقى في مكان في مكان معين في ايد اللي قدامك يبقى ده اسمها اكسترا برامل سيستم، هي جزء بقى من الاكسترا برامل سيستم ده. تمام كده. طيب ايه الكونكشنز بتاعتها، يعني متوصله بايه؟ اولا في افرنس وفي افرنس. الافرنس اللي هي هتبعته هتبعت لمين؟ معظم السيربال كورتكس عن طريق حاجه اسمها الثلاميك ايه راديشنز، بتطلع منها كده كل السيربال كورتكس، وكمان الكورباس استرايتم اللي هو عباره عن الكوليت نيوكليس واللينتي فورم الاثنين نيوكلياي دول، وكمان الهايبو سالاموس متوصله بالهايبو سالاموس. في حاجه في الهايبو سالاموس كده اسمها ماميلاري بودي، فاكرينها؟ الماميلاري بودي دي كانت بتبعت هنا، كان بيبقى في وصله ما بين الماميلاري بودي والثالاموس اسمها ماميلو ثالاميك تراكت، كان بيبقى في افرنت جاي من الثالاموس ورايح ليه الماميلاري بودي ده. تمام كده. كمان في نيوكليس كده اسمها ريد نيوكليس تحت الثالاموس كده، وريتيكولار نيوكليي دول موجودين تحت الثالاموس يبداوا يتوصلوا بالثالاموس هما كمان. طيب ايه بقى كمان في دنتيت نيوكليس اوف سيربيلم، فاكرين سيربيلم كان في حاجه اسمها دنتيت نيوكليس عن طريق حاجه اسمها السوبيريور اللي فوق سيربيلر بدنكل، كان يبعت فايبرز تروح لمين؟ للنيوكليس اللي هي اسمها تروح للايه؟ للثالاموس. خلاص كده. طيب يبقى من الدنتيت نيوكليس للثالاموس عن طريق السوبيريو سيربيلر بدانكل. كمان في الترايجيمينال لمينيسكس، الترايجيمينال لمينيسكس دي كانت عباره عن شويه فايبرز كده ماشيين في البرين ستيم شايلين الاحساس بتاع الفيس، يروحوا على حاجه اسمها لاترال فنترال بوستيريو ميديال، ارجع لها انت بقى. تمام. الميديال لمينيسكس والسباينال لمينيسكس دول برضو فايبرز ماشيين في البرين ستيم، وكانوا يروحوا على حاجه اسمها لاترال فنترال بوستيريو لاترال من جزء من الايه؟ من الثالاموس. الميديال لمينيسكس والسباينال لمينيسكس دي عباره عن شويه فايبرز ماشيه برضو فين؟ في البرين ستيم، مالناش دعوه بالتفصيل دلوقتي. خلاص. طيب الايفرنس بقى اللي جايه للثالاموس. كل الاجزاء من السيربال كورتكس فيها الثلاميك راديشن. تمام. كورباس استرايتم برضو نفس اللي انا قلتها، يبقى بتاخد افرنت وايفرنت. هايبو سالاموس برضو نفس الفكره، وكمان البرين ستيم والسباينال كورد. يبقى دي كده الايفرنس بتاعت الايه؟ الثالاموس. طيب كده خلصنا السلامس، نتكلم بقى عن الابي سلامس. الابي سلامس ده الجزء اللي ورا ده، الجزء ده عباره عن ايه؟ موجود في الابر بوستيرو بارت اوف ميديال سيرفيس اوف سلامس، يعني السلامس دي مش كان ليها ميديال سيرفيس؟ اه الجزء اللي ورا منه البوستيرو بارت من الميديال سيرفيس. تمام. والجزء الابر هي بالمنطقه دي بالظبط، دي اسمها ايه؟ الابي سلامس. مكونه من كذا جزء، اول جزء منهم اسمه الباينيال جلاند. الباينيال جلاند ده عباره عن ايه؟ عباره عن بايري فورم بادي. بص حته كده بايري فورم، يعني بيسموها في العربي الجسم السنوبري. تمام كده. تمام كده، مخروطيه كده شبه السنوبر كده. تمام كده. يبقى ده كده ايه؟ سمول بايريفورم بودي، موجود في الميديان برين، وهي ناحيه اليمين وهي ناحيه الشمال، هي في النص بالظبط. تمام كده. موجوده فوق حاجه اسمها السوبيري كوليكولاي اوف ميد برين، لو بصيت كده معايا في الصوره دي ده الميد برين، دي سوبيري كوليكولاي هي فوقيها، وتحت حاجه اسمها سبلينيوم اوف كوربس كلوزم، ده ما بينهم في حاجه اسمها ترانزفيرس سيريبرال فيشر، ده اللي ما بينهم. تمام كده. خلاص. طيب كمان بيقول لك اتاتشد لمين؟ اتاتشد بوستيرو هول اوف سيرد فنتريكل، مش عارف فينها في النص بالظبط. اه في النص بالظبط، ده في السيرد فنتريكل اللي هو ما بين الداين سفرن اليمين والداين سفرن الشمال، فهي متعلقه في البوستيرو هول بتاعه بستوك. الستوك ده مكون من اثنين لامينا، اللامينا دي اسمها سوبيريور لامينا ودي انفيريور ايه لامينا، يبقى السيرد فنتريكل في المنطقه دي هي متعلقه في البوستيرو هول بتاع
بتاعته بسوبيريور ستوك او سوبيريور لامينا قصدي وانفيريور لامينا، تمام كده؟ طيب بتبقى كالسيفاي بعد سن ال 20 بيكون حاجه اسمها البرين ستاند اللي هي الايه البوتشه البيضاء دي. طيب لو هنتكلم عن الوظائف البنيه جلاند، فانت عندك هي بتشتغل كاندوكراين جلاند، بتطلع شويه ادرينالين شويه نورادرينالين شويه سيرتونين، وكمان بتنظم علاقتك بالنهار والليل، تنام امتى وتصحى امتى وهكذا، تمام كده؟ طيب تاني جزء من الايبي ثالاموس اسمه ستريا مدللز ثالاموي، كنا اتكلمنا عنه من شويه، ده عباره عن وايت ماتر ماشيه كده على الميديال سيرفيس بتاع الثالاموس، الابر بارت من الميديال سيرفيس، ودي جايه من الاولفاكتوري سنترز، وبعدين راحت تصب فين؟ في الهابينولار نيوكليس. ايه الهابينولار نيوكليس دي؟ عباره عن جراي ماتر موجوده فوق الايبي ثالاموس دي، والهابينولار نيوكليس دي جزء من الايبي ثالاموس، ودي وظيفتها ايه؟ وظيفتها اولفاكتوري ريفلكس، يقول لك لما تشم حاجه حلوه تبدا ايه؟ تحس ان انت بدا يظهر عندك سلايفيشن، وتلاقي الفصائل الجي اي تي بدات تزيد، وبدات ايه انك تجوع، تمام كده؟ ده اللي هو ايه الاولفاكتوري ريفلكس. طيب نيجي بعد كده للهابينولار كوميشر، وده كوميشر موجود في الايه في السوبيرو لامينا، فاكرين السوبيرو لامينا اللي كانت بتوصل ما بين البانيه البادي والسيرف فنتركل، اهي دي اللي اسمها سوبيرو لامينا، كان فيها كوميشر اسمه هابينولار كوميشر، من اسمه هيوصل اثنين هابينولار نيوكلياي على الايه على الناحيه من الناحيه الشمال. طيب في كمان كوميشر موجود في الانفيرو لامينا اسمه البوستيرور كوميشر، البوستيرور كوميشر ده بيوصل من لمين؟ بص بقى بيوصل البولفينار اللي هو البوستيرو اند بتاعت الاثنين ثلاماي، كمان بيوصل الاثنين سوبيريو كوريكولاي ببعض، يوصل الاثنين ميديا اللي لونجيتودنال باندلز اللي هما في الـ في الـ في, في البرين ستيم ببعض، ويوصل النيوكلاي بتاعت الميد برين بقيه نيوكلاي في ميد برين ببعضها، تمام كده؟ خلاص دي كده اجزاء الايبي ثالاموس اللي هما البانيال بادي والهابينولار نيوكليس والاسترايا ميدالاز ثالاماي والهابينولار كوميشر اند البوستيرور ايه كوميشر، خلاص كده؟ تمام. طيب سؤال بقى، الايبي ثالاموس كونسيست اوف ذا فولوينج ما عدا ما عدا ايه؟ اول واحده بانيال بادي صح، هابينولار نيوكليس صح، هابينولار كوميشر برضه صح، ميدالار استرايا لا دي غلط، كان اسمها استرايا ميدالارز سلاموي مش اسمها ميدالار استرايا، اذا الاجابه هنا ايه؟ الاجابه هنا دي. طيب كونسيرنج وين بادي اوت تو اكسبت 1 باي ريفورم بادي صح، لايز ابوف ذا سوبير كوريكولس مظبوط، وبيلو سبرين اوف كوربس كالوزم حتى ايوه كان بينهم ما بينهم اللي هو الترانزفيرس سيربال فيشر، اتاتش للباك اوف سلاموس لا ثواني هو اتاتش للباك اوف مين؟ اوف الثيرد فنتريك مش السلاموس، يبقى دي كده ايه غلط، تمام كده؟ طيب الهايبوثالاموس بقى، الهايبوثالاموس ده اخر تقريبا ده الجزء اللي قبل الاخير من الداينسيفالون، بص معايا الهايبوثالاموس ده عباره عن ايه؟ لو كده خدنا فين الهايبوثالاموس اصلا في الجزء ده كده؟ لو جينا خدنا كورونال سكشن كده هنشوف الهايبوثالاموس عامله ازاي، هتلاقي حته كده حته فيرتيكال وحته هوريزونتال، حته فيرتيكال اهي، تمام كده؟ اذا دي اسمها ايه؟ الهايبوثالاموس. طيب الهايبوثالاموس دي هوريزونتال بارت، لو جينا بصينا في الصوره دي ده عباره عن ثالاموس وثالاموس، وادي ايه الهايبوثالاموس اهي، ادي فيرتيكال بارت وادي هوريزونتال بارت، بيفصل الثالاموس عن الهايبوثالاموس، شايف الحته دي كده ده جروف كده بس انا بصيت له من قدام، اسمه ايه؟ اسمه الهايبوثالاميك سالكس، خلاص كده؟ طيب بيقول لك ان الجزء الفيرتيكال دوت بيعمل جزء من اللاترال وول اوف سيرد فنتريكل، هو فين سيرد فنتريكل اهو اللاترال وول، امال الهورزونتال بارت بيعمل ايه؟ في الدور بتاعته، تمام كده؟ الارضيه بتاعته، خلاص كده؟ طيب الهورزونتال بارت فورمز ماشي، بص الهورزونتال بارت دوت مكون من حاجه اسمها كورتين كده اسمهم ماميلاري بودز، وحاجه اسمها تيوبر سنيريام، لو بصينا في الرسمه دي هتلاقي ايه؟ شايف دي ماميلاري بودي، تمام كده؟ وشايف الحته دي كده هنا دي اسمها تيوبر سنيريام، تيوبر سنيريام دي بيطلع منها حاجه اسمها انفانديبولم، ودي بتوصلك بحاجه اسمها بيوتري جلاند، لو بصيت في الرسمه دي انا باصص هنا البرين من تحت، ادي هتلاقي هنا ايه؟ ادي ماميلاري بودي وادي ماميلاري بودي، ادي تيوبر سنيريام، تمام كده؟ ادي تيوبر سنيريام، اذا الجزء الهورزونتال ده اللي هو الماميلاري بودي وماميلاري بودي وتيوبر سنيريام، خلاص كده؟ طيب اللي بيقول لك الهايبوثالاموس دي ليميتد انتيريور ليب ايه؟ بص معايا، شايف الصوره دي؟ ده حاجه اسمها انتيريور كوميشر، ده كوميشر اسمه الانتيريور كوميشر، خلاص كده؟ وكان في حاجه اسمها اوبتيك كيازما، اوبتيك كيازما دي اللي هي عباره عن ايه؟ شايف بص في الصوره دي معلش هلخبطك معايا، ادي اوبتيك تراكت واوبتيك تراكت، العين موجوده هنا والعين موجوده هنا، بيعمل حاجه اسمها اوبتيك كيازما، لو جينا بصينا من الجنب هنلاقي اوبتيك كيازما اهي، وادي اوبتيك تراكت اهو، خلاص ادي اوبتيك كيازما، وكمان اللي ما بينهم حاجه اسمها لامينا ترمينالز، ده خط ابيض كده شايف دي عباره عن شيت من وايت ماتر، دي كده قدام، اذا هي قدمت انتيري اوبتيك كيازما، انتيري كوميشر اند لامينا ترمينالز، خلاص كده؟ طيب من ناحيه ورا بتنتهي ورا بالظبط الماميلاري بادي، ادي الماميلاري بادي هي ناحيه ايه؟ ورا كده بالظبط، خلاص كده؟ طيب ايه بقى وظيفه الهايبوثالاموس؟ اول حاجه الهايبوثالاموس دي كونكتد بحاجه اسمها بيتوتري جلاند، البيتوتري جلاند دي هي المايسترو بتاع الغدد في الجسم كله، فلما انت تتحكم في المايسترو انت بتتحكم تقريبا في معظم الافرازات بتاعت الجسم كله، تمام كده؟ يبقى ده بالنسبه لايه؟ اول حاجه يبقى وظيفه بتتحكم في الاندوكراين سيستم، ثاني حاجه بتكنترول السمباثيك والباراسمباثيك، لو دخلت خناقه اللي هيشغل السمباثيك هي الهايبوثالاموس، ولو انت نايم اللي هيشغل الباراسمباثيك هي الهايبوثالاموس، تمام كده؟ طيب كمان ليها كنترول على الليمبيك سيستم، تمام كده؟ طيب وكمان ليها لها دور في التمبريتشر ريجوليشن تنظم درجه حراره ايه الجسم، تمام؟ طيب ايه الكونكشنز بتاعتها؟ متوصله بالبيتوتري جلاند، متوصله بالسيريبرال كورتكس المدير، متوصله بالثالاموس والكوربس استرايتم والبرين ستيم والسباينال كورد، دي بقى كلها حفظ، تمام كده؟ طيب الهايبوثالاموس مفصوله عن الثالاموس بايه؟ بحاجه اسمها الهايبوثالاميك سالكس، يبقى السؤال ممكن يجي بالطريقه دي، يبقى هيختار مين هنا؟ هايبوثالاميك سالكس، تمام؟ طيب السب ثالاموس بقى ده الجزء اللي ايه؟ اللي هو برده من الايه؟ الداينسيفالون. السب ثالاموس دي ما بين الثالاموس اباف والميد برين بيلو، بص معايا كده ادي الصوره دي، ميد برين اهو ادي الثالاموس اهي، الحته دي كده سب ثالاموس، لو بصيت في الكولون سيكشن بتاعه هتلاقي ادي ثالاموس وادي ثالاموس. الميد برين كان مكانه هنا،
في حاجه اسمها سبستانشال انجري خدناها في الميد برين اهي، قال في السبسرمس الجزء الاخضر ده الحته دي كده ما بين الثلاثه فوق والايه والسبستانشال انجري تحت اللي هي الجزء اللي هو الميد برين اسف ميجري ريتد الهايبو سلامس، الهايبو سلامس اهيت ماشي، ادي جزء فيرتيكال ودي جزء هوريزونتال، ولاترال ريتد لحاجه اسمها ايه انترنال كبسول، اني تحديدا البوستيرور ليمب اللي هو ما بين الثلامس وما بين الايه اللينتي فورم نيوكليس. خلاص كده طيب، هي جزء من الاكسترا بيراميدال سيستم اللي هو عباره عن اللي هو الفرامل بتاعه الموتور سيستم زي ما اتفقنا. طيب كونسيرنينج سب سلامس اولا ترو ما عدا لايز بلو ذا سلامس، يبقى هي موجوده تحت الايه سلامس، لايز اباف التيكتم اوف ميد برين ماشي، ولا ريتد للميجري للهايبو سلامس ريتد لاترالي بيصير لينك في تاني الكبسول، اني واحده من دول غلط؟ بص معايا، هي اباف التكتم اوف برين غلط، هي مش اباف التكتم، امال هي اباف ايه؟ اباف التجمنتم. بص معايا، ده التجمنتم اوف برين، ده التكتم اوف برين، هي اباف الحته دي، يبقى هي مش اباف التكتم، يبقى دي كده ايه الاجابه دي غلط. تمام كده. طيب اخر حاجه بقى اسمها الميتا ثالاموس، الميتا ثالاموس ده عباره عن ايه؟ عباره عن كورتين، واحد اسمها لاترال جينيكال بودي وواحد اسمها ميديا جينيكال بودي، ده جزء من داين سيفرم، موجود فين؟ موجود في البوستيريور اند بتاع الثالاموس متعلق من ناحيه الانفيرير سيرفيس كده. تمام كده. طيب لو بصينا على الميديا جينيكال بودي هنلاقي انها موجوده في المنطقه دي كده، هي عباره عن ايه؟ كوره من الجري ماتر لاترال لمين؟ للسوبيريور ايه؟ كوليكولس، واتفقنا اسمها ميديا عشان هي ميديا لاختها. تمام كده، لكنها تقع لاترال للسوبر كوليكولس، متوصله بحاجه اسمها انفيريور كوليكولس. تمام كده، متوصله بحاجه اسمها ايه انفيريور كوليكولس، عن طريق حاجه اسمها انفيريور بريكيم. تمام كده، متوصله عن طريق حاجه اسمها انفيريور بريكيم. طيب وظيفتها ايه؟ ده لور سنتر فور هيرنج ريفلكس، لما تيجي عربيه وراك تزمر لك بيب هتروح هتفوت لها الناحيه الثانيه، وده هو ده ايه الهيرنج ريفلكس. كمان الافرنت فايبرز هتجي لها من حاجه اسمها لاترال منسكس، دي فايبرز ماشيه في البرين ستيم هنا، وكمان الانفيريور كوليكولس اللي هي متوصله بيها عن طريق الايه؟ عن طريق الانفيريور بريكيم. خلاص كده. طيب طبعا الايفرنت هتوصل لمين بقى؟ هتوصل لمين؟ هي هتبعت للاوديتوري كورتكس او تبعت للاوديتوري راديشن عند الاوديتوري اريا في الايه؟ في السيريبرال كورتكس فوق. تمام كده؟ خلاص؟ طيب اللاترال جينيكال بودي دي اختها اللي موجوده لاترال ليها، دي سمول ماس لاترال للميديا جينيكال بودي. طيب دي متوصله بحاجه اسمها سوبيريور كوليكولس بتاع الميد برين عن طريق حاجه اسمها سوبيريور بريكيم. خلاص؟ ودي وظيفتها ليها دور في الحاجه اسمها الفيجوال ريفلكس، اللي هو لما تنور على كشاف عين واحد تلاقي البيو بتاعته بتكونستريكت. تمام كده؟ طيب بتستقبل ضوء من، بتستقبل قصدي اشاره من الاوبتيك تراكت، اوبتيك تراكت اللي هو مين؟ بص معايا، دي اوبتيك نيرف ودي اوبتيك نيرف، اوبتيك كازما ده اسمه اوبتيك تراكت، يبقى تستقبل من اوبتيك تراكت وبعدين تبعت للفيجوال راديشن للفيجوال ايه؟ للفيجوال اريا. تمام كده؟ شكرا يا شباب والتوفيق.